عبر مراكز وفرق جوالة تتواصل الحملة الوطنية للتطعيم ضد فيروس كورونا في ريف دمشق، وفي حصيلتها حتى اليوم تلقيح 20,000 شخص فوق 18 عاماً وفق القائمين عليها. بالحملة الوطنية الحية اللي بلشت بخمسة شهر لحد مبارح كان ملقح 20,000 تقريبا. هلأ الحقيقة بريف دمشق عنا 35 مركز بيقدم خدمة لقاح الكورونا، من ضمنهم 9 مشافي و 26 مركز صحي. مع هي المراكز الثابتة في عندي 65 فريق جوال على مستوى محافظة ريف دمشق. طبعا الغاية من الفرق الجوالي هي تخديم المناطق يلي ما فيها مركز ثابت أو يلي فيه صعوبة بأنه المواطنين يجوا على المركز الثابت. كل ما يتعلق باللقاح مأمن معا منه، من صناديق سلامة، من كولمانات وحوامل لقاح، من حافظات مثلجة، كل ما يتعلق بسلسلة التبريد الخاصة باللقاح موجودة ومتوفر مع منهم اللقاح طبعا والوثائق اللازمة لهذا اللقاح. أغلب المرضى نحن عنا المرضى المزمنين أغلبهم تلقوا اللقاح بالنسبة للوقاية مشان الكورونا بشكل رائع. من بداية الحملة يعني الأسبوع الماضي وهذا الأسبوع في حوالي 500 أو 600 مريض اللي أخذوا اللقاح، لأنه عملنا إعلام عن طريق وسائل التواصل هون عن طريق خطواء المساجد وغيره، بالإضافة للسيارة المتنقلة بالميكروفون. عم ينصاب الواحد، عم يتعطل عن كتير شغلات بإصابته، فالأفضل إنه الواحد يأخذ لقاح. أنا مدرسة عم بحتك بالطلاب بالمدارس بالمعاهد، فهذا الشيء كتير بتخافي إنه يأثر على طلابك. لازم نتلقاح، أولاً بتكوني مطمنة على حالك وأهل بيتك، وثانياً إنه بتكوني مأمنة إنه ما رح حدا ينصاب تاني، خصوصاً إني أنا أول مرة كورنت فيها عدت أهلي، بابا كورن بسببي والله يرحمه، بابا توفى بسبب الكورونا. مشان نحمي مجتمعنا ونحمي أولادنا وعيالنا، نشكر وزارة الصحة على الجهود اللي عم تبذلها بظل هذا الحصار المفروض على بلدنا.